السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة أحمد الداودي. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك ليصل لك كل خبر جديد ومميز. التعليم العالي تؤكد أحقية الطلبة المقبولين في الكليات والجامعات الأهلية من تقديم طلب بإلغاء قبولهم وبحسب التعليمات. أكدت وزارة التعليم العالي أحقية الطلبة المقبولين في الكليات والجامعات الأهلية من تقديم طلب بإلغاء قبولهم وبحسب التعليمات المصادقة عليها، حيث أن وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل قد صادق على الدليل الإلكتروني للجامعات والكليات الأهلية في الفقرة الرابعة من فصله الأول الخاص بإلغاء القبول، الذي ينص على أحقية الطالب بتقديم طلب إلغاء قبوله، وبينت إن دليل الإلكتروني يحق للطالب المقبول في الكليات والجامعات الأهلية من تقديم طلب لإلغاء قبوله بشرط استقطاع نسبة 10% من الأجور الدراسية المدفوعة خلال مدة شهر من تاريخ التسجيل، واستقطاع نسبة 25% من الأجور الدراسية المدفوعة إذا مضى على تسجيل الطالب أكثر من شهر. أما بالنسبة للطلبة الغير مسجلين، لا يحق للكليات أو الجامعات الأهلية استحصال أي مبالغ مالية منهم، يعني فقط للي مسجلين اللي صار له تقريبا شهر وأقل يأخذون يستقطعون من عنده 10% من القسط، وإذا زايد عن الشهر بيوم واحد يأخذون من عنده 25%. أما بالنسبة للطلبة الغير مسجلين بعدهم مسجلين ما ينطون أي شيء وما يحق للكليات أن يطلبون من عندهم شيء. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ثم الإعجاب بالفيديو.